السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناة بيتكوين العرب. اليوم معنا موقعين لربح العملات الرقمية، الاول لربح عملة الدوج كوين والثاني لربح عملة الترون. الموقعين بيدفعوا حصريا على محفظة الاكسبرس كريبتو الوسيطة طبعا بشكل فوري، وهذا شيء كثير كويس. انا بحب هاي النوع من المواقع لانه انت اخي كريم فورا تسحب رصيدك، يعني هو عن طريق كليم هني على شكل فوسيت، فورا بسحب رصيدك على محفظة الاكسبرس كريبتو الوسيطة. تمام اصدقائي، اول شيء اذا انت ما كنت مسجل باكسبرس كريبتو راح احط لك لينك التسجيل بصندوق الوصف، بعدين بتاخذ اليونيك اي دي الخاصة فيك وبترجع للموقع الاول، بتحط اليونيك اي دي بهي الخانة، بتحطه باست يعني او لصق بهي الخانة. الموقع بيقول لك بيعطيك 0.1 عملة الدوج كوين كل 5 دقائق، معك 10 محاولات. طبعا انا استخدمت وحدة منهم، معك 10 محاولات. بعدين بتروح بتحل الكاباتشا هون. تمام اصدقائي، انت دائما كل ما تدخل الموقع اتفقد الرصيد، شوف قديش فيه الرصيد، مثلا فيه 131 دوج كوين. نحن حاليا بنسجل الفيديو، انت قبل ما تقوم باي شيء اخي الكريم اتفقد الرصيد، شوف رصيد الموقع. بعدين بروح على كلمه جيت ريورد، بضغط عليها هيك او بنطر بضع ثواني. تمام اصدقائي، الموقع قال لي 0.1 عمله الدوج كوين راحت على محفظتي الاكسبرس كريبتو. انا بحدث صفحة الدفعات بالاكسبرس كريبتو وبتأكد انه وصلوا 0.1 من عملة الدوج كوين. تمام اصدقائي، هاي 0.1 من عملة الدوج كوين، وهذا السحب اللي كان انا قبله ما اعمل فيه تجربة. الموقع الثاني كمان نفس المبدأ، نفس طريقة العمل، بحط اليونيك اي دي بهي الخانة. شايفين اصدقائي، الموقع الثاني بيعطيك مليون ساتوشي من عملة الترونكس كل 5 دقائق، ومعك 10 ديلي كليم، وهذا شيء كثير كويس. كمان بنزل لتحت بحط الكاباتشا هون، ولا انسى ابدا اني احط اليونيك اي دي بهي الخانه. بعدين بروح على كلمه جيت ريورد، بضغط عليها هيك، والموقع دفع لي كمان مليون ساتوشي من عمله تي ار اكس او ترونكس على محفظه الاكسبرس كريبتو. بنتقل كمان، برجع بحدث صفحه الدفعات وبشوف المليون ساتوشي من عمله الترونكس. تمام اصدقائي، هاي 0.01 من عمله الترون، وصلوا بلحظه على محفظه الاكسبرس كريبتو الوسيطه. طبعا فيك كمان تزيد رصيدك عن طريق رابط الإحالي مثل ما قلنا أخي الكريم. أنت بهاي الموقع لازم دائما تنتبه للرصيد قبل ما تشغل أي شيء، شوف الرصيد مليان اشتغل، شوف الرصيد خافف، يعني ممكن تنطر صاحب الموقع لحتى يملي. لكن بشكل عام أنا اشتغلت على الموقع يعني 4 5 مرات يعني على عدة أيام، وكان ما يشتغل الموقع بشكل جيد، مشان هيك قررت حطوا لكم. وبالتالي اصدقائي، اتمنى لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وكومنت في رايكم بالتعليقات، لان رايكم مهم جدا بالنسبه لي. وتشاهد مدونة موجودة بصندوق الوصف في عشرات المواقع الربحيه المجانيه، او تشترك بقناه التليجرام بما احنا على اليوتيوب. لا تنسى اذا ما كنت مشترك تشترك اخي الكريم وتفعل زر الجرس تدعمنا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.